نحن عانينا يعني معاناة ما بعدها معاناة خالص. والشيء الثاني نحن الرحلة مستغرقة 3 أيام على بال ما نحن صرنا هنا على أسوان. فالشيء المؤسف حرب في السودان، ما فيش أمان خالص، ونحن أول ما دخلنا المعبر السوداني حسينا بالأمان. ونحن جينا خارجين من البلد وشايلين بس ملابس الأطفال، يعني أفضل حاجة إنه فكرنا فيها نحن أخذنا بس الجوازات بتاعت الأطفال، ولا أخذنا لبس ولا أخذنا أي شيء، كل ما نملك نحن سبناه في السودان يا جماعة. فالحمد لله ربنا يسهل الأمور إن شاء الله.